أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ لإسهامات اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر. كما نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم اليابان لمصر في العديد من المشروعات خاصة المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم. وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين والتي لا يتسع المقام لسردها جميعا علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الاشقاء الافارقه